جدا قبل ما تتحرك بالعربيه الصبح ان انت تشوف الزيت بتاع العربيه والميه الوضع بتاعهم او مستواهم ايه، عشان دي حاجه مهمه جدا ممكن تعطلك لو ما خدتش بالك منهم كويس. المقاس بتاع الزيت مكانه بيختلف على حسب وضعيه الموتور. انا عندي هنا المقاس بتاع الزيت هنا، فالصبح قبل ما تتحرك والعربيه بارده خالص بتطلع المقاس وتشوف هل الزيت في المستوى الطبيعي بتاعه ولا لا. هتلاقي عندك في مقاس الزيت بتاعك في علامه تبين لك اقصى حاجه للزيت يكون فين واقل حاجه فين. المهم ان هو ما يزيدش على العلامه دي او يقل على العلامه دي. بعد كده بنرجعه للمكان الطبيعي بتاعه. ده الغطاء اللي بنتاكد منه نشوف اذا كانت الميه بتاعت العربيه ناقصه او لا. هو الطبيعي ان ميه العربيه ما تنقصش طول ما دوره التبريد عندك مظبوطه، فلو حبينا نزود ميه للعربيه في اي وقت بنزود لها من الغطاء ده، بنفكه ونزود ميه وبعد كده بنقفل الغطاء تاني. مهم جدا انك ما تزودش ميه للعربيه طول ما هي سخنه، يعني عشان تزود ميه للعربيه لازم تكون العربيه بارده خالص، او لو هتزود العربيه سخنه لازم تكون العربيه دايره عشان تتجنب اي اخطاء ممكن تحصل.